تنعدم ممارسة الديمقراطية، قبلتم بالمشاركة في الحكومة الحالية، وبالتالي عملتم على تمديد فترة التغيير، حيث اشتغلتم في ظل المؤسسات يمكن القول أنها مؤسسات تشكيلية. ألا ترون مشاركة حزبكم في هذه المؤسسات الرمزية واللا شعبية هو تمديد لفترة التغيير؟ وشكراً واستمر. على يزكيها السيد الوزير الرباح هذا اليومين في جريدة المساء أنه رفع يده ويقول أنني لم أقدر على مواجهة الفساد. طيب، احنا ما بغيناش يعني العدالة والتنمية يتوسخ ويتكرس بحال السابقين. احنا مازال عندنا أمل في العدالة والتنمية، ونتمنى أنه يكافح إلى آخر رمق. ثانيا، ألم يحل الأوان واحد الكلمة قالها يعني العرض كله فات أنين وشركاوي، وكنت مرغب باش ما نسمعش هذا الشركاوي وهذا الأنين، لأنه السلطة في العدالة والتنمية. إذن احنا كطبقة شعبية احنا ما كيما تقول احنا ماشي سولنا. وثانيا، ألم يأتي الأول أن واحد كما كنا مازال نتطلب من رئيس الحكومة السي بن كيران أنه إذا لم نستطع محاربة الفساد غادي ندفعوا السواد. إذن واش لم يأتي الأوان لا يقاتلونكم إلا من وراء الجدر، ما يقدرش بلاد من غادي يخرج ديريكتور باش يمشي. إلا عندي اعتراض واحد هو أنه الكروامل ديال القضاء راه باقيين صغار، والطرود ديالكم راه باقيين كبار. طردوا شي حاجة اللي غادي تقد طيب القضاء وخليهم ذوك الكبار حتى ديروا لهم الكروامل ديالهم. ديال الكيلومتر ودخلتوا مع دخلتوا الميلاد مع 3:30 الصباح و 8 12 ساعة ديال الكومبا مع المخزن، 8 الصباح حتى 8 ديال الليل. بالعكس حنا رجعنا تما كملتوا المسار الدوار ديال الرياض، حضرتوا شفتوا المآسي تاع الناس تما والمغارة اللي تكلمتوا عليها، ومن بعد جيتوا محمالين ودرتوا زلزال في البرلمان مع السيد الوزير على اساس انه تخرجوا واحد اللجنه باش تشوفوا هاد الناس هادو فين عايشين وشنو هو المصلحه تاع الدوله في الاعتراض ديال التوافد القضائي. سؤال، ما مصير هذيك اللجنه؟ واش دارت ولا ما دارتش؟ ولا قدر الله الدوله بعد غدا وقعت شي كارثه في المغرب، واش هاد المفعول دائما الرخص وطلع وهبط باش نوصلوا المساعدات للاخوان ديالنا؟ الشيخ الثاني، الجماعة المحلية من بعد الزلزال اللي وقعتكم في وجدة في مجلس البلدي في تخيسة في جماعة صغير كتعيش اليوم تحت الرحمة ما بين الحبس وما بين العفو. السبب واضح وهو أنه المجالس البلدية الحمد لله أنها توقفت الفيريفيكاسيون، وإلا كنا غنبقاو الدولة كاملة قبل جماعة محلية. كتب الموني ما غلطش في المسطرة وما غلطش في ما تسرقش، غلط في المسطرة ولا غلط في القوارير ولا غلط في الكونترول كاليتي، المهم خطأ خطأ. التدبير المحلي خطأ خطأ. واش موجدين من 2013 ليه؟ ولا الانتخابات الجاية ولا المجالس البلدية الجاية، واش موجدين من هنا لتما شي استراتيجيات تاع التوعية تاع التأطير تاع المتابعة سميوها كيف بغيتو لهاد الجماعات المحلية باش تقوم بأحسن خدمة لها وما تطيحش في نص الخطر. جمعنا لقاء يمكن بوجدة حول نفس الموضوع، التطورات السياسية في مركز ديال الدراسات اللي حضر فيه الأستاذ طارق واللي دخلتي فيه شخصيا ودخلتك ودافعتي عليه على جميع الإصلاحات السياسية والدستورية اللي دارها المغرب. لكن في هذا اللقاء اللي كتجمعنا جيتي صاخت عن الوضعية ديال المغرب لشيء واحد، لأنك عندك مشكل داخل قبة المؤتمر واستمع لهذا النقاش. أولا، حدثت بأن المغرب لم يدخل دولة القانون ولم يطبق القضاء على يعني القضاء على الجميع وإنما على الفقراء. حدثت عن مجموعة من الأشخاص يزعجهم مصدر الطريق، حدثت عن حركة 20 فبراير ودوره الأساسي في الطريق، وتحرك الوحدة الأساس على ضوء حراك ديمقراطي اللي شرطي الوحدة أنه ساهم
ساهم في وصول حزب العداله والتنميه للانتخابات لانه افسد واحد السيناريو كان كاين لها. كذلك هذه المؤشرات اللي كتناقض مع المواقف ديالكم السياسيه اللي اتخذها حزب العداله والتنميه، حركه 20 فبراير، حركه 20 فبراير الحركه الوحيده التي ساهمت من نسبات النقاش النخبوي للاصلاحات السياسيه والدستوريه اللي كان كيبقى داخل الاحداث السياسيه اللي وجدت فيه وسدت الشارع وقدمات اصلاح اللي ما عرفوش نعتبروه ديمقراطي غير ديمقراطي. هذا الشيء كيرجع يفوكس اللي معطى في الاعداد شويه المعارضه او المعارضه في المغرب غير مؤهله باش تعاركوا. المعارضه الوحيده في داخل المغرب اللي كتعتبر مؤهله المعارضه هي معارضه الشارع، هي كتمثل في الحراك الاجتماعي اللي كيدار، ولكن في حكومتكم مازال القمع جميع الحركات الاحتجاجيه ولا خير دليل القمع ديال المعطلين اللي كاين في الرباط دابا ولكن كيحملوا فيه المسؤوليه لانه الوزاره الداخليه دابا تابعه للاغلبيه ديالكم. ثانيا تحدثت انه المعارضه غير مؤهله خصكم تكون كرشكم خاويه. حيث العداله والتنميه تجربه التنوع الدولي في 1990 شكل قبل اصلاح المجتمع قبل اصلاح الحكومه الثاني قبل اصلاح الحكومه كنت دعمتوا تجربه التنوع الدولي وهذا الشيء التاريخ الذي ساهمكم ودابا كتقولوا لي انه هاد الناس اللي ما ساهموش واللي ما قبلوش بالانتقاد الديمقراطي. السؤال الاخير متعلق بالجهويه الموسعه في اطار الجهويه الموسعه الثاني كيف ربطوا وجده بالريف واش يعني تعطينا مقترح ولا تعطينا راي ديالكم الشخصي كانكم بالبرلماني وكل منطقه وجده انهم انفصلوا وجده عن منطقه الريف نظرا انه التقسيم الجهوي كيكون طبيعي كيعتبر على الاثريه ولا كيعتبر على اللغه مجموعه المهنات كاين كيلزم باش نقسموا وجده على ولا كنسجلوا بالنسبه لحزب العداله والتنميه كنسجلوا حنا كمتتبعين للشان العام والخاص بالبلاد مجموعه من التناقضات ما بين الخطاب والممارسه لحزب العداله والتنميه قبل ما يدخل حزب العداله والتنميه الانتخابات الحكومه عفوا وبعد دخول الحكومه هو كيغنينا على محاربه الفساد والاستبداد محاربه كذا ما عرفتش شنو، ولكن للاسف كنسجلوا بان هذا الحزب ديال العداله والتنميه مازال كيساهم في تكريس الفساد والاستبداد، وكنسجلوا كمتتبعين الوضع الحقوقي في المغرب النهج السياسه ديال السياسه الامنيه والقمعيه بالنسبه للعداله والتنميه مع كل القوى والحركات الاحتجاجيه في المغرب. عندنا الاحداث ديال بوعياش، عندنا الاحداث ديال امزون بوكيضان الحسيمه، عندنا الاحداث ديال العرايش، عندنا مجموعه من الاحداث اللي وقعت مؤخرا واللي هي مظاهرات بسيطه مطالبه بحقوق جد بسيطة وكتواجهها الحكومة اللي انتم كحزب كترأسها كتواجهها بالقمع، وفي نفس الوقت كتقول بأن خصنا نديروا مقاربة سياسية جديدة إلى غير ذلك قائمة على أساس تحقيق الحياة العامة. هنا كنسولكم أستاذ فين هو تحقيق الحياة العامة؟ واش باش بالعصا والزروطة باش كديروا تحقيق الحياة العامة؟ واحد القضيه شار ليها الاستاذ من قبل هو كيهضر قال لك باننا حنا كان التحالفات ديالنا ما انه بغينا بالنسبه لتدبير الشان العام والخاص بالبلاد عندنا تحالفات مع الناس اللي عندهم المصداقيه، فين هي هذه المصداقيه بقى استاذ؟ المسار السياسي هو فوت فرصه حقيقيه على المغرب وعلى المغاربه باش يكون شي اصلاح حقيقي واصلاح جذري. العداله والتنميه كان هو الستار وكان هو الوجه القناع ديال المخزن. بالنسبه لهذا الشخص هذا هو اللي كنت باغي نهضر عليه الدور السلبي للعداله والتنميه واللي مدد في الفتره ديال التغيير اللي كان ممكن انه المغرب يتغير واستغلينا هذه الفرصه هذه، ولكن لو كانت جميع التيارات والقوى اللي في البلاد كانت فات وما وقعش ما وقعش ما وقعش اللي وقع والشعب اللي كان كيهبط الشعب يريد دخل نتيجه المخزن والعداله والتغيير كان له ما يريد. في ناس العصفار اللي كاينه في البلاد والوزير العام رئيس النيابه العامه من عندكم وما شفنا والو وما دخل حد ما دخل حد الحبس من المعطيات عندكم ما دخل حد الحبس ما دخلش حد الحبس وشكون اللي كيسرق وانتم اللي ضربتوا المسائل ما دخل حد الحبس. كيفاش غنتسناو هذا التغيير هذا اللي كاين؟ الحكومه لم يشهد المواطن العادي اي مؤشر، اقول مؤشر لان في 6 أشهر لا يمكن ان نلحظ اي تغيير بالمعنى الصحيح او 100%، وانما لم نلحظ اي مؤشر يدل بان المواطن العادي لم يندم على منح صوته لحزب العداله والتنميه.
في حين ظهرت مجموعة من المؤشرات التي تدل على اتهام يتهمنا به البعض. ونعود في حزب العدل والتنمية، هذا الاتهام يقول بأن هناك صفقة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، هذا من جهة. المؤشرات التي مؤشرات سلبية سنتطرق إليها. أول مؤشر هو قمع الحركات الاحتجاجية ابتداء من مدينة ناظر، حركة المعطلين، إلى مدينة بني بوعياش وإمزورن، والآن مدينة العرائش. قمع يعني واحد درجة ديال القمع ما كانش في العهد السابق، العهد القريب أقول حكومة عباس الفاسي، هذه طريقة القمع ما شفناهاش قبل في الحكومة ديال عباس الفاسي، هذا من جهة. من جهة ثانية إصلاح الإعلام، الأستاذ الخلفي جاب واحد الفطار ديال التحملات بغا يقترحو يصلح الإعلام، وفي حين بأن نفس الوجوه هما اللي غيتبقى هذاك الفطار التحملات في الأخير تدخل القصر. هنا لماذا يتدخل القصر إذا كانت هناك ديمقراطية؟ تدخل القصر لم نعد نسمع على ذلك من شيء من تطبيق هذا الفطار. الشيء الثالث هو في العدالة، في العدالة هناك ملف عويص اعترفت به منظمة العفو الدولية واعترف به الملك محمد السادس بأن هناك عدة تجاوزات في ملف ما يعرف بأحداث الإرهابية لـ 16 مايو. شنو وقع؟ وقع الإفراج على بعض المغربية بإقعاده على القرعة، وهنا نجبد الاسم ديال عمر الشر، لم نسمع عنه أي حاجة.